تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. جوتيار عادل يتوقع أن ترسل بغداد المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم خلال اليومين القادمين، وصدور أمر من بارزاني بتحويل ناحية خرمال إلى قضاء تابع لمحافظة حلبجة. الانقلابيون في النيجر يتهمون فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريا، ودول غرب إفريقيا تفرض حصارا اقتصاديا عليها. وفي باكستان ارتفاع عدد قتلى تفجير انتحاري في منطقة باجور إلى 45 شخصا. والسلطات الصينية تصدر أعلى مستوى إنذار من فيضانات في بكين. إلى التفاصيل مجددا، أهلا بكم. توقع رئيس مكتب الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل أن ترسل بغداد المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم خلال اليومين القادمين، وأضاف: قامت حكومة الإقليم بكل شيء من جانبها، ونأمل من الحكومة الاتحادية إرسال رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية. ومن المقرر أن يتوجه وفد فني من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم إلى العاصمة العراقية، وسيجتمع بوفد من ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية العراقية وجهات أخرى لتدقيق ومراجعة جميع إيرادات الإقليم ونفقاته منذ مطلع العام الجاري لاستكمال الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن مستحقات كردستان المالية.